في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بما فيه مكافحة حرائق الغابات، تمكنت مصلحة البحث والتحري بشراقة من توقيف شخص يقوم بإضرام النار بغابة باينام الجزائر العاصمة. تعود حيثية القضية بناء على معلومات مؤكدة تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمامات، مفادها قيام شخص بجمع بقايا أغصان الأشجار والحراش والحشائش اليابسة على شكل مواقد في عدة نقاط متقاربة لبعضها البعض، وإشعال النار فيها باستعمال ولاعتين ضبطتا بحوزته عند توقيفه بمسرح الحريق. وفور القبض عليه في وضعية التلبس حاول التملص من المسؤولية الجزائية، حيث صرح في بداية التحقيق بهوية غير الهوية الصحيحة له، منتحلا بذلك هوية شخص أجنبي، بينما التحقيق الذي قامت به مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بشراقة إنتاج مادة الفحم لبيعها. سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.